برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقه في الفتره اللي فاتت في حاجه جميله قوي حصلت واتكلمنا عنه قبل كده في صباح الخير يا مصر، وكان هو البرنامج الصيفي للاطفال اللي اطلقته وزاره الاوقاف في المساجد على مستوى الجمهوريه. في الحقيقه حقق لفته توعويه مهمه، قدر ان هو يساهم في بناء الوعي الديني والوطني عند الاطفال، والحقيقه كمان الاطفال دول قدروا ان هم يكتسبوا مهارات جديده مختلفه اثناء حضورهم لهذه الفعاليات في المساجد. طبعا مهم جدا كان انه يبقى تحت اشراف وزاره الاوقاف. خلونا نتعرف على البرنامج، ايه هو اهدافه، ازاي قدرت الاطفال انها تستفيد منه. منورنا النهارده في الاستوديو دكتور محمد نصار، مدير عام الاداره العامه للارشاد الديني والدعوه بوزاره الاوقاف، وكمان بنرحب بلوجاي يعني احدى طبعا مستفيدات من البرنامج اكيد، ومحمد او السيد عبد الرحمن محمد السيد. انتوا اخوات صح؟ طيب اول حاجه انتوا منورينا، مبسوطين ان انتوا معانا جدا ومهتمين نعرف اكتر عن البرنامج. وحابه اسال حضرتك في الاول، خليني في البدايه اعرف لو انا عندي ابني او بنتي عايزين يستفيدوا من البرنامج ويقدموا فيه، بيعملوا ايه؟ بيروحوا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل عام وحضراتكم بخير، ومن حسن الطالع ان احنا نكون موجودين معاكم النهارده بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. البرنامج الصيفي الحقيقة أطلقته وزارة الأوقاف مع بداية شهر يونيو، شهر 6 تقريبا، وإحنا أعلنا على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف عن البرنامج، وكان عندنا نوعين من التسجيل، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد الطفل موجود فيه على في كل أنحاء الجمهورية. والحقيقة منذ أن أطلقنا البرنامج وحققنا عدد كبير من الناس واستقبلنا يعني الحقيقة يعني أعداد كبيرة جدا من الأطفال يرغبوا في التسجيل هذا البرنامج. البرنامج عندنا بيقوم على عدة محاور أساسية. يعني البرنامج عندنا في الحقيقة يعني هو يهدف إلى إعادة الصياغة الذهنية الموجودة عند الأطفال عشان نديهم تصورات إيجابية عن أربع حاجات أساسية. أول حاجة تصور عن الإنسان، الحاجة الثانية عن الحياة، الحاجة رقم ثلاثة عن المجتمع، الحاجة رقم أربعة عن الوطن. يعني البرنامج عندنا كان بيهدف في الأساس إلى صياغة إيجابية عن هذه المحاور الأساسية. إنسان، حياة، مجتمع، وطن. فعلا الإنسان باعتباره هو يعني خليفة الله في أرضه، وهو المنوط به، يعني الأنبياء كلهم جاءوا من أجل الإنسان ومن أجل الحياة. والمجتمع عشان بنعرفهم أن أنت جزء من كل، مش أنت الكل في الكل، يعني أنت جزء من الكل في تناغم، أنت تعيش في تناغم في هذه نعم في تقوم على فكرة المشاركة. حاجة رقم ثلاثة عندنا كتاب كنا قررناه اسمه فقه السيرة، وده كتاب يعني بيمثل الجانب العملي لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام. والكتاب ده هو بيشتمل على بعض النظرات. احنا طلبنا من الدعاة والوعظات القائمين على البرنامج انه يحولوه الى نظريات حياتية تربط الماضي بالحاضر، لأنه بيمثل الجانب العملي لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عندي أربع محاور برضو أساسية بتقوم، يعني إحنا ما أطلقناش البرنامج كده دون أن نضع له مادة علمية، لا، عندنا مادة علمية لهذا البرنامج بتقوم أيضا على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأساسي اللي هو محور الفهم والاستيعاب، يعني أنا مش عايز الطفل بس مجرد أنه يحفظ الفهم، الحفظ والتلقين. ودي المنهجية اللي ماشية بيها يمكن الدولة المصرية في كل المجالات الخاصة بالتعليم. نعم، وهي بتتناغم مع قضية الوعي. إحنا الحقيقة منذ 8 سنوات وزارة الأوقاف تحمل هما تربويا شديدا في هذا الموضوع، ولذلك كانت هذه كانت مجرد مبادرة، لكن فجأة لأنها تطورت إلى مشروع، إلى مشروع إعداد جيل، إلى مشروع قومي بالمعنى الدقيق للكلمة. لأن إحنا أول حاجة حبينا ننتقل بهم من مرحلة الفهم، من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الفهم والاستيعاب، إنه يستوعب. فقررنا بعض أجزاء من القرآن الكريم، مقاصد السور يفهمها، وده المنهج الرباني اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه لما قال كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا من رسول الله 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فده كان المحور الأساسي اللي عنده، ومحور الفهم والاستيعاب. المحور الثاني عندي في البرنامج بتاعي هو محور السلام النفسي والمجتمعي، وده من خلال يعني موسوعة عندنا صادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اسمها موسوعة الأخلاق الإسلامية، وكتاب أيضا صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اسمه كتاب الآداب العامة. احنا طبعا ما بنقولهمش ان دي كتب مقررة عليكم، على قدر ان احنا بنركز على المحتوى اللي موجود في هذه الكتب.
يعني عندي الأخلاقيات العامة اللي المفروض الطفل يتعلمها، وعندي كذلك الآداب العامة اللي المفروض، اللي هي آداب الطريق وآداب الأكل وآداب الشرب وآداب النوم وآداب الوالدين والآداب الخاصة والعامة. دكتور محمد، يعني لنا هنا وقفة لكل اللي حضرتك قلته من أهداف يسعى البرنامج لتحقيقها وغرس قيم معينة في الأطفال. تعالى نروح للأطفال ونعرف يعني إيه اللي اتعلموه خلال الشهر ده تقريبا. تحبوا نبتدي بمحمد ولا لجاي؟ ماشي محمد، يعني برضو شكلك انت الكبير فعاوز برضو في شخصيه. محمد، عاوز اعرف منك انت بالك قد ايه، بالك قد ايه في البرنامج، وايه اللي انت اتعلمته خلال الفتره اللي انت موجود؟ تعلمت حفظ القران الكريم والسيره النبويه وحفظ معاني القران الكريم وتفسيره، وربنا يبارك في الدكتور يسري، علمنا السيره النبويه وتفسير الايات وهذه الانشطه التي قدمونها لنا. دكتور يسري امام مسجد سيدنا بدرس عبد الرحمن اصلا. نعم. انت في سنه كام؟ انا باذن الله داخل اولى اعدادي. اعدادي عادي ولا ازهري؟ لا اعدادي ازهري. ازهري. من طريقه الكلام حاسس ان في شخصيه كده. لوجين، عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9؟ اه. ايه اللي استفدتي بيه بقى جوه المسجد؟ يعني برنامج بالنسبه لك عباره عن ايه؟ بالنسبه لك انت؟ تتعلمي ايه هناك؟ اتعلمت حفظ القرآن الكريم. تعالي صوتك بقى عشان الناس تسمعنا. اتعلمت حفظ القرآن الكريم. حلو. والسيرة النبوية. عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. واتعلمت تفسير الآيات. حلو قوي. واتعلمت يعني حاجات في كتيرة. في أنشطة بتعملوها يا لوجين؟ اه. يعني زي مسرح العرايس والمجلات. حلو. كده يعني. تحبي تسمعينا حاجة من القرآن اللي أنت حافظاه؟ ولا مش مستعده؟ لا ماشي. يلا. انت حافظه قد ايه الاول؟ جزئين. سمعينا حاجه بسيطه تاخدي قوي. ممكن الميكروفون من عبد الرحمن وقولي لنا يا لوجان. وعبد الرحمن يجهز نفسه، بعدها نستاذن دكتور محمد برضو، احنا عارفين ان انت منشط قوي برضو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سمعنا حاجة بقى يا عبد الرحمن. قرآن كريم. ممكن إنشاد بقى. إنشاد. بس قوليها هتنشدي الأول. سيدي يا رسول الله هو عندي. عليه الصلاة والسلام، اتفضل. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فم خدلاه، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فم خدلاه، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشهداء الهائمين الحوام. ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذا بغناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم
توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الله يفتح عليك. طيب روح لحضرتك دكتور محمد، يمكن فكرة اللي أنا أزرع قيم ومبادئ في الأطفال في السن ده أعتقد هو أمر بالصعب إن هو يتم توجيه الأطفال مرة أخرى إلى المساجد في ظل عوامل جذب عديدة وكثيرة موجودة على الفضاء الخارجي تحديداً، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الألعاب والجيمز المنتشر دلوقتي اللي بيستهدف الشباب عشان خاطر يبعدهم عن القيم والعادات التقاليد، وأنت عارف يعني حضرتك إن هي دي المنهجية أو الحرب اللي بيتم بيها يعني دلوقتي استهداف الدولة بشكل عام. ازاي ده بتحققوا وبتحققوا المعادله الصعبه دي لدى الاطفال؟ اولا احنا يمكن حضرتك دلوقتي طلبت من عبد الرحمن ان هو يقدم يعني انشوده، احنا حبينا نفتق الطاقات اللي موجوده داخل الاولاد الاطفال الصغار. عشان كده كان ايضا من ضمن المحاور اللي قامت عليها البرنامج والمحور الترفيهي، وانت عارف طبعا المحور الترفيهي عند الاطفال بيمثل عامل جذب، اكثر جذبا بالظبط، بيمثل عامل جذب. فاحنا عندنا في وزاره الاوقاف يمكن بنخرج رحلات ترفيهيه موجوده الى كثير من مناطق سواء كانت الاثريه او المناطق الترفيهيه اللي موجوده في انحاء الجمهوريه. الحاجه رقم اثنين عملنا مسابقات اللي هي مسابقات الاداء الفائق. البرنامج ده بالمجان؟ نعم مجان. لا 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 موجود في كل المدارس يعني في كل المساجد حضرتك قلت في لا. اي مسجد قريب لا منك؟ لا في اي مسجد في يعني عملنا يعني مساجد يعني في كل دايره او في كل محافظه في مسجد او اتنين؟ لا مش في كل دايره، يعني هو على 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 مستوى الجمهوريه لحد دلوقتي يعني قرابه ال 7000 مسجد. لكن عندنا نسب محققه في كل الاماكن وفي كل المناطق حسب الكثافه السكانيه، حسب الكثافه السكانيه وحسب الـ 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 المناطق المتعدده يعني والادارات الفرعيه بالنسبه للمحافظات. فاحنا حققنا الموضوع ده هو عند الاطفال اللي عوامل الجذب سواء كان الرحلات الترفيهيه، اللي عنده موهبه زي عبد الرحمن او لجينة او غيرهم بنحاول نكتسب هذه الموهبه ونطورها. وعندنا مسرح موجود، مسرح عرائس بيتم تداوله على جميع انحاء الجمهوريه، طبعا فيه زميله فاضله معانا في الديوان العام قائمه على هذا الملف. فدي كان من ضمن عوامل الجذب اللي موجوده، زائد اللي احنا بنقدم لهم انت عارف حضرتك طبعا المادة العلمية اللي بتقدم للأطفال ماهيش مادة أكاديمية تخص الجماعة الكبار، لا بنقدم لهم انت عارف الصور الحركية، عندنا مثلا سلسلة رؤية دي صادرة ايضا عن وزارة الأوقاف، سلسلة رؤية للنشء، مجلة الفردوس اللي هي صادرة برضو عن مجلس 3D. فديت مواد ايضا تعتبر من الجزء الترفيهي اللي بنقدمه للاطفال، فكانت كلها عوامل جذب للاطفال على اساس يجوا عندنا المسجد، وده اللي حققوا يعني نجاح كبير حقيقه في المساجد وعلى مستوى الجمهوريه. هل في تفكير في مسابقات يمكن تعملوها ما بين الطلاب وبعضهم او بين خلينا اقول المساجد وبعضها، انه في خلينا اقول الانشاد الديني او 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 عشان نحفزهم اكتر ان هم يتعلموا اكتر ويبقوا احسن واحسن؟ هي قامت بالفعل بعض المسابقات في هذه الاتجاهات كلها، اللي عنده موهبة بنقدم الموهبة بتاعته وبنعمل المسابقات ديت وفي الآخر بنقيم عليها، وبنيجي في الآخر احنا عندنا يعني خطة إن شاء الله مدروسة إن احنا نيجي في الآخر هنقيم البرنامج ككل بعد انتهاء المدة، هنقيم البرنامج ككل هنشوف الأفضل أداء سواء كان حتى على مستوى الأطفال أو على مستوى القائمين على البرنامج في المساجد، مين اللي هو إدى الأفضل وإدى تأثير أفضل وكان له تأثير إيجابي موجود أكتر، فده موجود وإن شاء الله بيتم تقييمه. لما نيجي نتكلم على 7000 مسجد على مستوى الجمهورية بنتكلم في رقم، إيه الطاقة الاستيعابية بقى بتاعتها؟ هل في حصر لعدد المستفيدين من أبنائنا الطلاب في البرامج الصيفية تحديدا داخل هذه المساجد؟ موجود. يعني كم طالب تقريبا؟ لا شوف يعني لحد دلوقتي صعب جدا عشان لسه في اقبال، لسه في اقبال يعني انا عندي الاقبال كل يوم بيزيد، ولذلك انا في بدايه البرنامج انا كنت مستهدف 1500 مسجد فقط على مستوى الجمهوريه، لما لقيت الاقبال عندي بدا يزيد بطريقه يعني لافته للنظر بقينا نتوسع في المساجد، يعني عندي طاقه استيعابيه في مسجد ليه كبير بشوف مسجد اقرب منه تاني اروح حاطط ووزع الكثافه اللي موجوده عندنا ديت. فانتقلنا لحد دلوقتي كمرحله اولى فقط الى حوالي 7000 مسجد، لكن
ممكن المشروع قابل للزيادة على حسب الطاقة، لكن احنا قلنا لو متوسط يعني يمكن نتخطى المليون ويمكن اتنين يعني يا رب. انا مش عايز اقول رقم، ربنا يزيد ويبارك يعني، انا مش عايز اقول رقم يعني، لكن فعلا ممكن 2 مليون طفل يعني. لو قلنا لان في مساجد بنيل فيها يعني مسجد سيدنا عمرو بن العاص اللي فيه عبد الرحمن ولوجينا تقريبا العدد فيه ممكن يتجاوز 400 طفل، وانت عارف مسجد سيدنا عمرو بن العاص مسجد كبير. فلو خدنا المتوسط ممكن نتخطى، ممكن نصل الى 2 مليون طفل. لوجينا عرفتي تعملي صحاب؟ طيب عندك صحاب؟ لا. لا عبد الرحمن عندك صحاب من البرنامج الصيفي؟ لا انا طبعا عندي. طيب ايه الانشطه اللي انتوا يعني بتقعدوا تتكلموا في ايه مثلا؟ بتقعدوا تتسابقوا انتوا مع بعض مين بينشد اكتر احسن؟ لا الانشطه اللي هي في البرنامج في المسجد انه الشيخ يعلمنا الاحاديث. نتعلم الاحاديث ليس لا صحابك قدرتوا ان انتوا يعني انا عايزه اعرف بتكونوا صحاب ما بين في البرنامج نفسه؟ في البرنامج الصيفي لا انا راح احفظ واروح. عندك هدف؟ عندي هدف. طيب انا عاوز لرجعيني بس استاذكي بس انت عاوز اعرف منك رجعيني انت في ابتدائي صح؟ ازهري برضو؟ لا مش ازهري. لا لغات طيب. رسميه. ليه؟ لغات رسميه. لغات رسميه حلوة قوي. ايه الملفت للنظر او ايه الحاجه اللي انت حبيتيها في المسجد او في النشاط الصيفي داخل المسجد اللي انت ملتحقه بيه؟ يعني ايه اللي بيخليكي تروحي؟ تحبي ايه هناك؟ انا عجبني كل شيء. ليه؟ عجبني كل شيء. عجبك كل شيء زي ايه بقى؟ زي مسرح العرايس، المجلات. المجلات ومسرح العرايس. وحفظ القران. بيتم توزيع المجلات. هو ده اللي احنا عاوزينه. هي دي عناصر الجذب اللي احنا بنتكلم فيها. هي دي بيتم توزيع المجلات على الاطفال في المسجد. بنقدم لهم ماده ترفيهيه موجوده. يمكن عبد الرحمن وجينا ما طلعوش الرحلات، ما طلعتوش انت رحلات يا عبد الرحمن. في غيرهم من اطفالنا طبعا انت عارفه بيبقى في تنسيق بهذا الشان. لكن في رحلات. طيب طرف. اخر حاجه بس سريعا لان احنا للاسف وقتنا خلص، بس عاوز اعرف لو انا عاوز اعرف اقرب مسجد ليا عشان اودي ابني فيه اعرفه ازاي؟ عن طريق عندنا الموقع الالكتروني بننشر الداتا اول باول. عن طريق الموقع الالكتروني لوزاره الاوقاف. لوزاره الاوقاف دايما بنحدث وبنزل المساجد كلها تفصيليا، اسم المسجد وعنوانه وتفصيله واسم الامام والمكان اللي بيقع فيه المسجد. احنا مبسوطين قوي بيكو يعني. لوجينا انت 9 سنين زي ما بتقولي صغيره جدا جدا، وعبد الرحمن كمان صغير في السن جدا لكن موهبه كبيره قوي عبد الرحمن، وان شاء الله هتبقى في حته ثانيه خالص. دكتور محمد نصار يعني شكرا ليك كمان على مجهود كبير قوي انتوا بتعملوه عشان نشوف جيل ان شاء الله عندهم وعي، في نفس الوقت جيل زي ما انت قلت يا احمد مرتبط بقيمنا وعي ومدرك، وهي دي القيم وهي دي العادات والتقاليد المصريه اللي احنا دايما لازم نحافظ عليها، ولوزارة الأوقاف دور أصيل فيها. ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه إن شاء الله. تربية النشأ كمان يا دكتور، وفكرة جداً. خروج جيل جديد واعي بالإسلام الوسطي، هي دي أهم حاجة في ظل تجديد خطاب ديني يعني بينادى بيه مرارا وتكرارا، مش هيتحقق غير بالنشأ ده. دكتور محمد نصار مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني والدعوة بوزارة الأوقاف، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكمان شكر موصول لمحمد ولجاي، شكرا لكم وبالتوفيق. شكرا.